أصدقاؤنا الأعزاء، جولتنا لهذا اليوم ستكون داخل العاصمة الأرمينية يريفان، وخلال جولتنا سنزور بعض الأماكن التي تدخل في برامجنا ضمن جولة المدينة. مدرجات كاسكا هي مدرجات ضخمة تقع في وسط العاصمة الأرمينية يريفان وتربطها مع نصب الأم أرمينيا، وعدد درجاتها 572 درجة وعلى طول 302 متر. وصفت صحيفة نيويورك تايمز بأنه عمل جنون من جنون العظمة المعمارية والانتعاش المعماري، وواحدة من أغرب وأروع المباني تم تصميمها من قبل المهندسين المعماريين جين توروسيان وأصلان مخيتاريان وسركيس كيوراديان، وباشروا ببنائها في عام 1971 خلال الحقبة السوفيتية، وانتهت المرحلة الأولى عام 1980. وفي الفترة بين 2000 و2009 تم تطويره أكثر عندما سلم لرجل الأعمال الأمريكي من أصل أرمني جيرارد كافيسجان. وداخل بناء مدرجات كاسكاد يوجد سلالم كهربائية تتحرك على طول المجمع، وهناك أيضا قاعات وغرف في كل طابق عبارة عن متحف، ورسميا اسمه مركز كافيسجان للفنون أو متحف كافيسجان للفنون. ويحتوي المتحف على مجموعات ومقتنيات من الفن المعاصر تم جمعها من قبل جيرارد كافيسجان. أما الجزء الخارجي من مدرجات كاسكاد بالإضافة إلى المدرجات فهي على مستويات وارتفاعات مختلفة، تحتوي على مجموعة من التماثيل والنافورات ومن أعلى الدرجات يمكنك مشاهدة مركز مدينة يريفان وجبل أرارات. إلى أسفل بداية المدرجات مع ممرات للمشاة، ويزور هذا المرء سنويا أكثر من مليون شخص منذ افتتاحه. أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء، أترككم مع مشاهد ممتعة من مدرجات كاسكاد والتماثيل والأعمال الفنية الموجودة فيها.